لو شريف اكرامي ما كانش حارس مرمى كان يبقى ايه؟ لو ما كنتش حارس مرمى ده سؤال صعب قوي. لو ما كنتش حارس مرمى كان يبقى ايه؟ يعني كان ممكن اخد الكارير الدبلوماسي يعني نظرا ان انا خريج فتره سياسيه، فاعتقد ان انا كنت ممكن اجرب المجال ده. كابتن اكرامي اكيد تعب معاك كتير جدا وانت صغير، افتكر كده ابرز الحاجات والمناوشات اللي كانت بتدور بينكم؟ لا والله اللي تعب مع كابتن اكرامي تعب معايا، بس اللي تعب معايا اكتر هي والدتي للامانه، يعني تعبت معايا جدا، لان هي يعني الفضل ليها بعد ربنا سبحانه وتعالى ان انا اكون موجود في المكان ده وان انا ابقى فلان الفلاني، لان هي كانت عندها اصرار رهيب ان انا اكمل، وعندها اصرار ان انا اروح التمرين على فترات كده وانا صغير، كنت بفكر ان انا مش عايز اكمل ان انا اتراجع، بس هي لا كان عندها نظره قويه جدا ان يعني انا لازم اكمل. حضرتك معايا كابتن شريف؟ حضرتك معايا الحمد لله متزوج من اكتر من 13 سنه وعندي ياسين ميسي. في حد ياسين ممكن يلعب كوره ولا؟ والله لو هو حابب وهو عنده الروح الشديده جدا انه ياخد المجال ده، انا طبعا مش هقف في طريقه بس هاشفق عليه يعني. طب هيبقى حارس ولا هيبقى مهاجم ولا؟ لا هو حارس، احنا هنا عندنا ما بنكفش حارس. حراس بس. مؤخرا بقيت اهوى القرايه بشكل قوي جدا، وما اقدرش تقول ان انا عندي هوايه ثانيه غير دي يعني، بس انا القرايه بالنسبه لي حاليا هي الهوايه الاولى يعني. بتعرف تلعب بلاي ستيشن؟ كنت اسطوره. كنت اسطوره؟ كنت اه سلمت الرايه بتاعتي لاحمد حسن كوكا. حسن كوكا انا سامع ان هو مقطع ناس قوي جدا والله. انا من 2014 لغايه. طب مين يعني كنت بتكسب مين او كنت بتخسر مين؟ لا لا اسال انا بس بوستر، كنت بتكسب اي حد. اي حد. اول مرتب شريف اكرامي خدته؟ اول مرتب خدته كان بالظبط 750 جنيه ناشي مستعمل في المره دي. وثمن اول عربيه جبتها؟ ثمن اول عربيه جبتها كنت مشارك في ثمن عربيه مع والدتي. شفت كرامي اتسرق قبل كده؟ يا طبعا. ايه ابرز حاجه اتسرقت منك؟ اتسرق مني موبايلات. موبايلات؟ اتسرق مني لابتوب. ضيعت حاجات كتير قوي. شفت كرامي هادي ولا عصبي؟ لا هادي جدا. هادي جدا. مره كده كنت يعني الهادي ده وصل لمرحله انه كان هيضرب حد؟ كتير. خصوصا في مرحله الشباب اللي هي مرحله الشباب اللي هي بعد 17 18 لحد اللي هي بقى فرحه انت فرحان بنفسك. سبب السواقه برضه ولا حاجه ثانيه؟ لا سبب حاجه انت عارف في مرحله كده تبقى انت فرحان بقوتك وفرحان بنفسك، بس الحمد لله ما يعني ما اذيتش حد يعني، انما لو وصلت فرحان انا كنت كتير. ايه الاكله اللي شفت كرامي بيضعف في الدوري؟ كل حاجه. كل حاجه بتضعف جدا جدا قدام الاكل جدا، بس الحاجه الوحيده اللي ما باكلهاش هي الاكلات اللي هي بقى الكوارع والحكاوي دي الحاجات اللي الاوبشن. انما في حاجات تانية بس خلي بالك انا نظامي صارم جدا جدا في الاكل. بس يعني بس في بس الاكل بحبه. بحبه جدا. بس انا بالنسبه لي الاكل في وانا بلعب كوره زي البنزين. بهتم بالحاجه اللي تديني اللي هتفيدني. بعد ما ابطل بقى اكون مستر. طقوسك في رمضان ايه؟ طقوسي في رمضان استثنائيه جدا، الكوره واخده مني كتير قوي في رمضان، لان انت متعود على نظام اكل معين، فلما بيجي رمضان الموضوع بالنسبه لك بيبقى زي تغيير جذري في النظام. ده بنستمتع بالفطار ولا بنستمتع بالسحور لان بيبقى التمرين بعد الفطار، فبالنسبه لنا ما بيبقاش عندنا وقت ان احنا ناكل، وبعد التمرين بنرجع خلاص مش قادر تاكل قوي، فغصب عنك بتبقى كتير قوي جدا في رمضان. عشان كده حتى دايما لعبنا في رمضان ما بيبقاش احسن حاجه بالنسبه لنا. اول مره سبت لا من زمان قوي، من زمان قوي، سنة 92 93 كان كابتن كرامي كان شغال في السعودية وكنا بنروح. وأصعب رحلة طيران؟ أصعب رحلة طيران كتير بقى، أصعب رحلة رحلة الأصعب رحلة الأصعب رحلة الأصعب كنا بنلعب ركن كاميروني في جرو. في جرو كنا رايحين بطيارة خاصة صغيرة جدا، كانت طيارة تشارتر اللي هي بتروح شرم الشيخ، بس كانت طيارة نيجيريا ما تعرفش ازاي نيجيريا. الطيارة واحنا راجعين حصل زي محرك، حصل فيه حاجة والطيارة اتخانت جدا من جوه، وكان في زرقة طيارة انا قلت لك بس خلي بالك الموضوع ده ما وصلش اعلاميا يعني، انا ما حطيتش بتوتر ولا للشركة ولا علينا، بس لدرجة احنا نزلنا في أسوان وغيرنا الطيارة وقعدنا في أسوان 6 ساعات لأن ما كانش في رجل. لا الموضوع كان صعب جدا. في حاجة ما اقدرش انساها في الكورة، حاجة يمكن ما الناس ما تعرفش عنها كتير وما لهاش سبوت اعلامي خالص يعني، حاجتين مش هقول لك بقى ماتشات والنهايات والكلام ده، ده حاجات مؤثرة جدا بالنسبة لي يعني. كان في الناشئين فترة احمد اخويا الله يرحمه، كنت انا هو بتجمعنا احنا الاثنين فرقة واحدة، وكان من حق كان الناشئين سنة ان هم يستخدموا لعيبة من ال21 اللي هم 3 لعيبة، وانا كنت جوه منتخب مصر للشباب،
ففضل المدير الفني ساعتها برضه مش عايز اقول اسمه ان هو يستخدمني انا ان انا العب وانا كنت اوريدي بلعب في فريق العب بحيث ان هو يستفيد بالمكان من الاماكن دي في لعيب او مهاجم او كان ساعتها احمد بلال وكان هو الجيل عايز في الوداع كان عايز في الوداع فطبعا انا لقيت نفسي بادئ ونازل اسخن وفوجئت ان احمد لقيته متأثر جدا 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 لان هو اخر سنه لي في النادي ومن حقه ان هو يلعب كل ماتشات وانا لسه لي كتير لسه لي 3 سنين في النادي فدي من المواقف اللي نفسيا اللي قتلتني قتلتني نفسيا ان انا الماتش ده كنت بسخن وانا يعني خلاص كان دموعي خلاص قربت تنزل لان انا اتأثرت جدا ان هو كان متأثر جدا هو بيتمنى التوفيق بس هو متضايق جدا ان هو ما بيلعبش